الدور اللي يقوم به تقوم بها المؤسسات الأمنية وعلى رأس الجيش الوطني الشعبي هو دور أساسي وكبير وجبار في الحماية على حدود الوطن وحماية على حماية استقرار وأمن البلاد. هل هذا الأرسنال هذا ما يحركش ضمائرنا؟ لا، مش باش نخوف بعضنا البعض، لا مش باش نخوف، لأن الجزائري بطبيعته ما هوش خواف. الجزائري اللي قاوم في سنوات التسعينات وكان وحده، الجزائر اللي عانى الإرهاب، والجزائر اللي في هذه المرحلة أكثر من 200 ألف مواطن جزائري توفى. ولكن باش نوعي بعضنا، مش باش نخوف بعضنا، نوعي بعضنا بهذه الظروف الأمنية التي تعيشها المنطقة يا أخي في كل حدودنا تقريباً.